فيروس كورونا كيف يهاجم جسم الإنسان؟ وما هو النطاق الكامل للأعراض؟ ومن هم الأشخاص الأرجح أن يمرضوا بشدة أو يموتوا؟ وما هو أسلوب العلاج؟ خطورة الفيروس تزداد بشكل كبير على كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض مثل السكر وأمراض القلب. فترة حضانة الفيروس ما بين الإصابة وظهور الأعراض حوالي 14 يوماً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن بعض الباحثين يقولون إن هذه الفترة قد تصل حتى 24 يوماً. أعراض فيروس كورونا قد تظهر بعد يومين إلى 14 يوماً من التعرض له، وقد تشمل في اليوم الثالث أو الرابع أن يكون هناك ارتفاع بدرجة حرارة الجسم فوق 37 درجة مع شعور بالإرهاق والقشعريرة في الجسم، وفي اليوم الخامس صداع شديد في الرأس وارتفاع متواصل لدرجة الحرارة إلى جانب طنين في الأذنين وجفاف في الحلق وسعال جاف مستمر. وبعد نحو أسبوع يشعر المصاب بضيق في التنفس شديد ما يستدعي العلاج في المستشفى. وكمرحلة نهائية قد يحول الفيروس دون وصول الأكسجين إلى الدم مسبباً قصوراً في وظائف الأعضاء خاصة القلب والدماغ، وتتعرض الرئة إلى الضرر بشكل مباشر وتتجمع السوائل داخل الرئة وهو إحساس الغرق ببطء. في هذه المرحلة يتوجب إيصال المرضى بأجهزة التنفس الاصطناعية كحل وحيد للمساعدة. في معظم الحالات يتماثل الشخص للشفاء من فيروس كورونا بعد مرور أسبوع إلى أسبوعين من ظهور الأعراض عليه بحسب مناعة جسم الإنسان، ثم يحول للحجر الصحي للنقاهة.